قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه تم اختيار 317 موقعاً بمساحات مختلفة في عدد من المحافظات لتجهيزها لإقامة مجمعات صناعية صغيرة توفر فرص عمل لأبناء القرى. جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية يرافقه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان أحد مصانع افتح جنب بيتك بقرية طحلة بمدينة بنها، والذي يأتي ضمن ثلاثة مصنعا للملابس الجاهزة تم إنشاؤها في القليوبية بتكلفة تبلغ 17 مليون جنيه. من جانبه قال محافظ القليوبية إن المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات الممكنة لصغار المستثمرين للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. المرة دي جايين برضو علشان نشوف مشروعين، مشروع نوع مشروع شغلة جنب قريتك، وده مشروع كان بدأ من فترة واحنا بنقيمه بنشوف دور ايه، واحنا حاليا دلوقتي في اطار المرحلة الثانية. يمكن اتطبق هنا في القليوبية على مستوى 13 مصنع، واتعمل في بعض المحافظات في الشرقية وفي غيرها اتعملت بنفس المشروع. هي عبارة عن ملابس اللي هي تصنيع الملابس الجاهزة، وبيختار بالذات التصنيع ده لأنه كثيف العمالة. الغرض منه ان احنا نشغل اكبر عدد من السيدات بصفة خاصة ثم الشباب.